النظافة الشخصية وغسيل الإيد مهمة جدا، بس مش غسيل الإيد كده تحت الحنفية. هنغسل إيدينا بالمية والصابون. إزاي نغسل إيدينا بشكل صح؟ بنحط إيدينا تحت المية الجارية، وبعدين بعد ما نبل إيدينا بنحط كمية من الصابون وبنبدأ نغسلها كده، وبعدين بين صوابعنا كده وكده وقدام، وبعدين كده الصباع الكبير، وبعدين كده وبعدين كده وكده وجوه الناحيتين كده وكده، وبعدين بنشطف ايدينا تحت الميه والصابون. وبعد ما نشطف ايدينا تحت الميه والصابون ما نمسكش بقى الحنفيه اللي احنا فتحناها، بننشفها كويس جدا، وبعدين يا بنقفلها بقعنه يا بنقفلها بالمنديل اللي احنا فتحنا بيه الحنفيه.